بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احب ان انا اشارك في الاحتفال باليوم العالمي للاب الفاذر داخ. دي حاجه جميله جدا ان احنا نحتفل بيها كل سنه ونفتكر في هذا اليوم الاب، وكلمه الاب بتحمل معاني جميله جدا. اولا بتحمل معنى القوه والمعونه والسند. الأب دايما في بيته بيبقى هو رأس البيت، والرأس هنا بمعنى مش المعنى النيجاتيف اللي هو الاستبداد أو التسلط أو لا، معنى القوة والمعونة والسند والحماية. يعني في أيام عصر الغابة كان الأب هو اللي يطلع الغابة يصطاد الحيوانات ويجيبها عشان البيت يأكل منها، وبعد كده في عصر الزراعة بقى هو اللي يطلع يزرع في الغيط وبتاعه ويجيب المحصولات عشان البيت يأكل منها، والتجارة كان هو اللي يسافر يروح بلاد بعيدة يتاجر ويجيب إيرادات عشان البيت يعيش، وهكذا. فالأب زي ما الكتاب المقدس وصانا وقال لنا إن الرجل هو رأس المرأة، رأسها يعني هو المسؤول عن حمايتها، هو المسؤول عن يوفر لها أسلوب كريم للعيش هي وأولادها، يعني بيتحمل ثقل المسؤولية عن حماية الأسرة وعن سد احتياجاتها. كمان الأب بيحمل معنى الحب والحنان والعطف. يعني الأب حتى لو هيجازي ابنه يجازيه برقة، بعطف، بحب، بحكمة، مش بافتراء أو بإذلال أو بيكسر نفسه، لا، بيعاقبه بأنه يرشده ويعلمه ويصلح له تفكيره. وأيضا كمان لما بنتذكر الأب بنتذكر دوره في التعليم وفي القدوة. الأب ممكن يعلم أولاده حتى من غير ما يتكلم، مجرد يشوفوه بيصلي بيصلوا زيه، بيصوم بيصوموا زيه، بيروح الكنيسة بيروحوا زيه. فالأب له دور كبير جدا في تسليم أولاده الحياة المسيحية. الأولاد هيشوفوه بيعملوا هيعملوا زيه بالظبط. فهو مسؤول عن أنه يقدم تعليم ويقدم قدوة صالحة لأولاده في البيت. عشان النهاردة يوم جميل، يوم عيد الأب، لما نحتفل ونتذكر كل هذه المعاني الجميلة المهمة ودور الأب في الأسرة، في السند والمعونة والقوة وفي الحكمة وفي التعليم وفي القدوة. كل عام وكل أب بخير وكلكم طيبين، وأشكركم كتير.